صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى بضعتك المظلومة المهضومة، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بنفس التي لهم أعز جوارها ولا تركوها تستجير بدمعها، رأوها تقضي ليلها يا ونهارها بكاء على الهادي، فجدوا بمآيا هي نعها ومذ ألف ظل الأراكة لم تكن تطيب نفوس القوم إلا بقايا طعها إذا كايا نقصد القوم بيعة بعلها، فما كان يحدوهم على كسر ضي هي 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 العها تالي الشجان وزاد همي وزيد الغمي وارخى أصغالي دموعي واجرى من الجفاية دمي يوم الصاحة الزهرة خلوا عن ابن عمي وصاح الرجس يا قنفذ ولك بالصوت رد لي ورد لي ولوحها وروحها وتنادي لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي يا خلوا على الكرار لا تيتموا يا ولادي تبكي والعصا ولا تتلوى على يديها
آه من ضرب العصا ما ظل حال الهوى لا ظل حيل ما ماتت بغصته ويا ويلي وش يفيد الويا غسلها على بيده وجفنها ودفنها بليل وظل بس يجد بالحسرة ويجري دمعته يا 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 عليها أنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في المأثور من الخبر عن سيدنا ومولانا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لولا علي لما كان لفاطمة كفء من آدم فمن دونه. الموازين التي وضعها القرآن الكريم، تعرف القرآن موازين ليست كقانون للمسلمين أو للرسالة الخاتمة فحسب، وإنما هي موازين الحكمة الإلهية. يعني قانون القرآن أفرض تحريم مثلا الزنا، أجارنا الله وإياكم، الزنا وارد عن الإمام المعصوم سلام الله عليه أن الله عز وجل ما بعث نبيا إلا وأوحى إليه حرمة الزنا، ورواية أخرى وحرمة شرب الخمر. ماكو هذا يجي واحد يقول ما أعرف هاي اليوم تصير وباكر ما تصير وكانت ما نازلة والرسالة ناقصة، هذا الكلام ما موجود. النبي الفلاني إجا قال يلا يا بشربوا شوية من دم المسيح ما أعرف إيش، هذا ما موجود أصلا. الثوابت في القانون الإلهي واحدة. زين، المقاييس التي موضوعة في الكتاب العزيز مقاييس ثوابت، من مقاييس من المقاييس التي وضعها الله عز وجل في معرفة الشخصية المحبذة لديه، أو خلينا نعبر أفضل المقربة، يعني درجات المقربين الأنبياء والصديقين، والصديقون هم المقربون كما ورد في الرواية، والشهداء والصالحون، والسبعة تجي إضافة مثلا مثل العباس سلام الله عليه وحسن أولئك رفيقا. زين، هذه بعد إضافة إضافية. هاي على كل، فالمقياس لهذه الشخصية ما هو؟ القرآن يقول أكو ثلاث موازين أو ثلاث ضوابط، شو سميها سميها. الضابطة الأولى اللي تميز الشخصية تميز ضابطة العلم، العلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن العالم مفضل. شلون 124 ألف نبي كلهم معصومين، شلون يصير واحد أفضل من الثاني؟ ضابطة العلم هاي تفضل. من الضوابط اللي خلاها للشخصية عموما ضابطة التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هاي هم الضابطة. زين، اللي عنده علم وعنده تقوى طبعا سنقول ذني أكو بينهن ترابط. من الضوابط اللي جعلها القرآن الكريم، أنا أتناول ذني ثلاث الضوابط، ضابطة الجهاد، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. زين، هاي الضوابط تخلي أن التفاضل بين المعصومين حتى يكون على أساسها. زين، 124 ألف نبي، كيف أصبح أفضلهم وأشرفهم وأعلاهم درجة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
لأن العلم اللي يحمله رسول الله ما كنا بعد هذا العلم أصلا. وعلى أساس هذه الضابطة والمنشأ الذي عرفناه من خلال الروايات المعتبرة، ترى سنة وشيعة يتفقون في بعضهن، صحاح المسلمين كلها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله، قال أول ما خلق الله نوري وهو نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا متفق عليه. زين، إذا هذا الكلام هكذا، إذن أفضل ذول المعصومين، أفضل ذول الأنبياء هو رسول الله. والنفس بالنفس، أو النفس نفس النفس كنفسه، كما ورد في آية المباهلة، هو أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليهما. ولذلك العلماء، علماء العرفاء يعني من العلماء، يعبرون عندهم تعبير يقولون الدائرة العلوية هي ضمن الدائرة المحمدية وكلها واحدة، إلا أنها هي مرتبطة بالدائرة، يعني دائرة النبوة. علي ليس بنبي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا علي أنت لست بنبي. من شاف يسمع يشم ريح النبوة ويرى نور الرسالة، هو أمير المؤمنين، قال على منبر الكوفة، قال أنا كنت مع رسول الله أرى نور الرسالة أشم ريح النبوة. فالنبي قال له، قال أنت ترى وتشتم فلان؟ قال بلى. قال أنت لست بنبي ولكنك وصي نبي، شابه رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي الصفة بس النبي يشوفها، ما يمكن غير النبي. شلون علي بن أبي طالب؟ لأنه النفس نفسها صلوات الله وسلامه عليهما. حتى من الدعاء الوارد، دعاء النجبة وارد عن الناحية المقدسة، من مو اعتباطا يعني، مو جاي واحد مصفطه، هذا كلام المعصوم سيدنا مولانا بقية الله الأعظم أرواحنا فداه. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، هذا مو كلام اعتباطي، هذا أريد يبين لك أن النفس واحدة. زين، إذا صار هذا التفضيل، هذا المعنى، إذن علي سلام الله عليه وجود أفضل من جميع الأنبياء إلا محمد. هذا صار معنى. زين، سنجي بعد هاي المقدمة، نجي بعد ما أطول حتى الوقت لا يأخذنا، أكو بحث بعد، بس أنا قطعة سامحوني شوية. بعض مرات يقولوا الإخوان يشكلون يقولوا لي ليش تقطع؟ أقول لهم أخوي أخذ الوقت، يصير الوقت بعد يقولوا لي عمي ليش طولت؟ فهي صلوا صلوات ثانية حتى كونوا موافقين على هاي. اللهم صل على محمد. زين، إذن لولا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لولا علي لما كان لفاطمة كوفء. شوف التفت زين، لما الله راد يزوج فاطمة من علي، الله راد يزوج مو النبي، اشتباه. ولذلك نزل هبط المحمود وهو ملك كريم مقرب لدى الله، ما يبعث إلا في حالات خاصة. هذا ما له علاقة بأمين وحي الله جبرائيل عليه السلام، ما له علاقة بميكائيل عليه السلام، ما له علاقة بإسرافيل عليه السلام، ما له علاقة بكروبيل عليه السلام، ما له علاقة بالملائكة المقربين الآخرين. هذا ملك كريم، سيد المقرم في وفاة فاطمة الزهراء في الكتاب هم يذكر هذا المعنى، أهبطه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سلم عليه أول مرة النبي لبال هذا جبرائيل أصلا، لما شافه قال من أنت؟ قال أنا المحمود، بعثني رب العزة العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك زوج النور من النور، فإني زوجتهما قبل 40 يوما في السماء. قال من ممن؟ قال فاطمة من علي صلوات الله وسلامه. السنور من النور يعني سنخية النور واحدة، وهو من نور جلال عظمة الله، مو شي؟ فإذا كان علي أفضل من جميع الأنبياء، هاي معادلة بعد، هم في النشأة هم في المكانة أفضل، لأن العلم الذي يحمله رسول الله علمني رسول الله،
ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب، رواية ألف ألف باب يعني مئة مليون، ألف مليون يعني مليار أو بليون بالعربي، سمي سمي زين. ورواية لا يفتح لي من كل باب ألف باب، ألف في ألف يعني معناه لو واحد جدول الضرب مالته مضاعف يعرف ألف في ألف يعني معناه مليون، والمليون باب وليس المليون علم. ماكو نبي من 124 ألف منذ آدم وحتى قبل الخاتم صلى الله عليه وآله، ماكو واحد ادعى عنده ألف علم حتى نقول واحد عنده ألف ألف زين. وهذا العلم لا يحمله إلا محمد وآل محمد. إذن الأفضلية هنا، خاف يجي واحد يقول لك عمي شلون تفضل على أولي العزم عيسى وموسى وإبراهيم وما أعرف، يقول له أقف أعطي لي مجال، نحن أبناء الدليل حيثما ما لا نميل. عمي تفضل مولانا، أولا الله القرآن مفضل، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا بالعلم، العلم اللي يحمل علي ما يحمل أي نبي عدا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما اجت هاي الرواية المستندة عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لنا لولا علي كفء فاطمة فقط علي، ولولا علي ليس هناك كفء من آدم فمن دونه 124 ألف نبي عدا رسول الله ما بهم واحد كفء لفاطمة، يعني فاطمة أفضل من جميع الأنبياء وجميع الأوصياء. بالتفت زين من يجي يستدل عليك حتى عندك دليل، مو كلامك تطيع على علاته وتتكلم به وتطلع قبل، لا دليل عندي زين. إذا صار هذا المعنى يعني علي وفاطمة سلام الله عليهم، هي عقيدة الإمامية اللي نقول إحنا بعد الله ماكو وجود أفضل من المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد رسول الله ماكو وجود أفضل من علي ثم فاطمة سلام الله عليهما. هل يشوف النداءات بالقرآن من ينادي الذين آمنوا ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، اثنينهم بإطاعة واحدة. ليش اثنينهم بإطاعة؟ شنو يريد يختصر الله باللغة؟ ما يقدر يقول أطيعوا الرسول وأطيعوا لا، هنا أكو نكتة مهمة جدا أن هذان من سنخ واحد، لكن دور النبوة لرسول الله ودور الإمامة والوصاية لأن يحتاج واحد بمستوى النبوة بمستوى النبي يقوم بالقضية. وكفؤه لم يكن له كفء ولم يكن لها كفء لأنها بضعة المصطفى. زين سأجينا الزهراء سلام الله عليها تحمل العلم، بلي بعد أكو شيء آخر، نشأتها منشأ الزهراء سلام الله عليها هي من ذلك النور الذي انفتق من نور جلال عظمة الله موتشي. والزهراء أكو نصوص سنة وشيعة يقولوها، تفضل المتقي الهندي أحمد بن حنبل ابن حجر في الصواعق المحرقة وغيرها غيرهم يقول الحاكم النيسابوري، هواي أرقام سأستذكر لك ما حضرها بس في بالي، هؤلاء كلهم يذكرون أن الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين. النبي قال فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة بضعة مني يؤذيني من آذاها أو ما آذاها ويغضبني ما أغضبها. يرضى ابن حجر يقول يرضى الله لرضاها، هاي شنو يرضى الله لرضاها؟ مو فاطمة ترضى لرضا الله، الله عز وجل لا يرضى حتى ترضى فاطمة، ومن كان رضاها رضا الله يعني يتعلق رضا الله على رضا فاطمة سلام الله عليها، يعني هاي واصلة قمة العصمة وقمة الكفاءة للوجودات الفاضلة الراقية اللي لا يمكن أن
يسمو عليها بشر أو ممكن من الممكنات، وهم محمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهما. إذن لولا علي لما كان لفاطمة كفء من آدم فمن دونه، من آدم فمن دونه. يعني الخلاصة أن علي وفاطمة أفضل من جميع الأنبياء وجميع المرسلين وجميع الأوصياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجي إمامنا العسكري؟ هاي الساعة بعد تدعم هاي القضية، إذا استدلينا من القرآن ومن الأحاديث النبوية نجي يدعم هذه القضية. قال إمامنا العسكري سلام الله عليه: نحن حجج الله على الخلق. تعرف حجج الله يعني شنو معناه؟ يعني أنا مكان الله عز وجل على الخلق، الله بخليني حجة، يعني لو من خلال هذا لو ما توصل لله عز وجل، هذا معناه. نحن حجج الله على الخلق وجدتي فاطمة حجة الله علينا. تعرف ايش قد عظيم الزهراء؟ خل اقول لك في الشيخ، خف ما تقبل علي تقول هذا مو خوش شيخ ويحكي زايد. ترى احنا اذا نريد نبحث في قضية الزهراء نوصل الى درجات جدا عالية جدا عالية. الزهراء جدا عظيمة، الزهراء جدا جليلة قدر، الزهراء سلام مو أنا وأمثال يحكي عنها، النبي المصطفى خير البشر خير الخلق خلاصة الخلق يتكلم عنها، يقول بضعة مني يعني من جسمي روحي التي بين جنبي. قال أعطيك إياها من القرآن حتى أحسن، روحي روح النبي يعني من روح الله، مو جل ولا منفخت فيه من روحي ولا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا ها. يعني أنا وياك بعدنا ما واصلين لمعرفة الزهراء سلام الله عليها بما يخص الزهراء وعلي. ولذلك يا علي ما عرفك إلا الله وأنا، ما عرفني إلا الله وأنت، ما عرف الله إلا أنا وأنت، مو شي معناها. لأن كلهن يصبون بمصب واحد، التفت زين. إذن الزهراء سلام الله عليها جليلة قدر عظيمة جدا، أعظم من قضية سيدة نساء العالمين، أعظم من قضية أفضل نساء أهل الجنة، والنبي في حديث المسلمين والصحاح تعج بها 6 أو 5 ألسنة لهذا الحديث. خط النبي 4 خطوط، قال أتدور ما هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذه 4 نساء اشتاقت الجنة إليهن، مكان أنه أفضل نساء أهل الجنة، أفضل النساء العالمين. منو؟ آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران أم عيسى سلام الله عليهما، وخديجة بنت خويلد، وأفضلهن فاطمة بنت محمد صلوات الله عليه. ولم تشرف خديجة بهذا الشرف، صح زوجة رسول الله، ضحت قامت قام الإسلام بأمو، هذا كله صح، لكن عندها شرف كبير اللي جابها إلى هذه الدرجة هي أم فاطمة سلام الله عليهما. فاطمة شيء عجيب شيء عجيب. ولذلك الذين عاشوا زمن بعد رسول الله وزمن رسول الله ما عرفوا قدر فاطمة سلام الله عليها. فاطمة مو مسألة مظلومة، مظلومة صح، لكن تضيع هذا الوجود المقدس، تضيع هذه الجوهرة الثمينة التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة، هذا 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 مدعاة للتحسر وللألم القلبي، مدعاة لأن الإنسان يعني إلى أي درجة يصل من الجهل بهؤلاء الوجودات، بهذه الوجودات السامقة الشامخة. تعرف الزهراء سلام الله عليها لو باقية، أنا ما أقول إن قوة تقدير الله والله عز وجل ما خلوها تبقى 18 سنة وأشهر زين، لو باقية الزهراء مثلا نفرض مثل زينب الكبرى سلام الله عليها وعاشت مثلا حسب الروايات 58 سنة أو 57 سنة أو ما أعرف شوية أكثر شوية أقل حسب الكلام مال الروايات، يعني تعرف الزهراء كم كان الخير يا عم الأمة، كم هذه السيادة تترجم
إلى النهوض بالأمة. أنت خطبة الزهراء إلزمها، أي خطبة أي مكان يعجبك منها إلزم شوية، اقرأ من خطبة فاطمة سلام الله عليها، تقرأ لك مستقبل، قرأت لك المستقبل كله، شرحت لك وضع المجتمع القائم، شرحت وضع المجتمع القائم. العلماء يقولون لم تكن عيالا لا على أبيها ولا على بعلها، هي قائمة بنفسها سلام الله عليها. أعجوبة الزهراء سلام الله عليها، أعجوبة الدهر. إذا واحد يكتب كتاب ويقول أعجوبة الدهر فاطمة بنت رسول الله، ما قايل شيء أكثر من الحال، بل كانت أقل. زين، فاطمة سلام الله عليها دافعت عن أمير المؤمنين دفاع عجيب. وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، نهزة الطامع، قبسة العجلان، موطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القدة والورق، أذلة خاسئين، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد اللتيا والتي، وبعدما مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردت أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجم قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، قريبا من رسول الله، مجتهدا في أمر الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوقفون الأخبار، وتفرون من النزال، وتنكصون عن النزال، وتفرون من القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين. خلي يطلعون يتكلمون، شوف الصورة اللي جاي ترسم لنا اياها الزهراء سلام الله عليها، روح رسول الله جاي تتكلم. سمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، وهدر فنيق المبطلين، فخطر في عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين، وللغرة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا، وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم، وأوردتموها غير شربكم، هذا والعهد قريب، والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، والرسول لما يقبر، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من ذاك اليوم الزهراء سلام الله عليها قالت حوالينا هواي كافرين يدعون الإسلام، ترى لا تشتبهون، هاي مهمة، هاي رسالة فاطمية إلى الواعين من الأمة، تقولهم بويا ترى مو رسول الله وزمنه، ويقولون كل من إجا وقال أنا بل بزمن رسول الله، لا، إن جهنم لمحيطة بالكافرين. بلي، هل انكشفت الأوراق؟ أول ما مات رسول الله بعد ما صار إلى الرفيق الأعلى وإذا بهم، السر رواية 3 أيام، رواية 7 أيام، ولذلك عبرت هذا، قالت العهد قريب والكلم رحيب، الكلم يعني الجرح، والجرح لما يندمل، رحيب يعني جرح كبير، شق كبير، والجرح ما يندمل يعني ما طاب، والرسول لما يقبر يعني بعد ماذا، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، يعني رحتوا على الفتنة، بلي أججوها فتنة بعد فتنة. هكذا هل إجوا على الشجرة فقطعوها، وحاربوا الزهراء محاربة شعواء سلام الله عليها، شافها أمير المؤمنين سلام الله عليهما، وراجعوا بيدها الحسنين، بيدها الحسنان، وظاهرا شوية الشمس مأثرة عليهم، فلذلك رق لها، صنع لها دارا وخلاها سماها شنو، دار الأحزان. خاف سامع التدار الأحزان، ترى هاي خل أقول لك 4 جريدات نخل سعفات، هاي السعفة من يوخرون الخوص مالتها يصير جريد، الجريدات مالت النخل وسقفها بسعفات، وهذا عد دار الأحزان، كانت تجلس في ذلك الدار في تلك خوفا، يعني خاف عليها من الشمس، وسوى لها السقيفة، سقيفة صغيرة دار الأحزان،
زين هل لي إمامك إمام الحجة سلام الله عليه يقول الشاعر يقول شاف الإمام سلام الله عليه في تلك الليلة وقال له هاي ليلة يوم الغدير وأرى وجهك مغبر سيدي وشعرك أشعث ليش لماذا وشاف باكي بكاء شديدا قال له سيدي أيام الفرح قال لا تراني اتخذت بعد ولا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري هل قعد وكمل القصيدة قال فابكي واسفر لها فإن عداء منعوها من البكاء والزفير تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان وللسياط ردنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهرة أقوى الحجج والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء ولا يزيل لطمة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء يا ماتة ضرب السياط الانأثار سود فاق متونها وفاق الظهار اش حال حاميها يا بعين من نظار يا تدو مسمار وضلع حوكا يا اسرته تقل لي يا قضيت مظلوم وتشجيل لبوها ظلوم قام العقب عين ولوها تقيل لو صيتك بويا نساها يكسر وضلع وعلي مجتوى يوف ينجار يا بويا من غبت هجمة ولداري ولا أخاف وعقب عصرة الباري الطموع عيني ويبو يظلم نهاري يا سواد المتن والمسمى يا يسعى أبتاه أشكو من ظلامة سنها وعلي غارات العداوة شنها أبتاه لي قلبه ظهر مجنة صبت علي مصائب لو أنها
صبت على الأيام صرنا لياليا. قد كنت ذات حما بظل محمد لم أخش من ضيم وكان حما لي يا الله. بحرمة سيدة النساء فرج عنا يا الله. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ثبتنا على محبتها ومحبة أبنائها المعصومين. اللهم أخرجنا وأهلينا وما يلوذ بنا من فتن آخر الزمان سالمين غانمين. واعم عنا أبصار الظالمين ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين تحت لوائه. اللهم جماعتنا الحاضرين المستمعين المشاركين احفظهم فردا فردا. اقض اللهم حوائجهم، اشفي مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، ارجعهم الى اهليهم سالمين غانمين مشافين معافين. مؤسس حجنا أخونا اللهم تقبل عمله بأحسن قبولك، ابعث هذا القليل منا ومنه واجعل له ولوالديه ذخرا في الدنيا والآخرة. إلى أرواح أمواته أموات الحاضرين شيعة أمير المؤمنين العلماء الماضين والشهداء والصالحين رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلوات.